النهارده وله لقاء مؤجل. الكلاسيكو ان شاء الله اللي هيلعب باذن الله. المثلث المرعب ميسي سواريز وجريزمان وكره خطيره حلوه كره حلوه حلوه كره من اللاعب ميكيل اويرزابال لاعب الدعبي زاك ايداك اللاعب السويدي اللي من وصول اريتريا فرصه هدف لكن التصدي رائع 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 هجمه حلوه هجمه حلوه في طبعا الرحله من البارسا من برشلونه الى سد ضاغط وبقوه استلام اويرزابال على رجله الشمال تسديده لكن الى خارج الملعب بدايه ناريه بدايه رائعه الحقيقه من جانب فريق ريال سوسيداد البا على طول تسديده من جانب جريزمان طبعا بيلعب اداء امام ناديه السابق اللي لعب له 201 مباراه وسجل خلالها 52 هدف ركيتيتش امامنا في تمريره ومحاوله تمرير لما عن الموجود كان سبريز النهارده دكه الوضع خطيره الكره لكن يا ولد تغطيه على طول تغطيه من القائد امامنا هنا في كيه وكره تطلع الى ركله ركنيه الثانيه في اللقاء لصالح ركنيه الثانيه امامنا في اللقاء تير شتيجن المتردد في اللقطه الماضيه لكن حكم اللقاء يدي ركله جزاء حكم اللقاء يدي ركله جزاء امامنا هنا في اللقطه الماضيه بوسكيتس امامنا والحكم لم يتردد ركله جزاء مرمى فالنسيا من ضمن اهدافه الخمسه وادي امامنا الكره في الشباك وهدف اول هدف اول ميكيل اويرزابال في هذه اللقطه وهذه المحاوله واللمسه الجميله تير شتيجن يورط الجميع في ركله الجزاء اللي احتسبت على بوسكيتس نتيجه الخطا الفادح من جانب الحارس مارك تير شتيجن واحد من افضل حراس المرمى في العالم اتكلم على حارس مرمى يعني الالماني المميز تير شتيجن لكن بص جديده فرصه كبيره ومباراه روعه الروعه مباراه ممتعه فرصه سواريز والفولو من جانب راكيتيتش واستمرار اللعب من حكم اللقاء في هذه المباراه السريعه الممتعه لان جريزمان عاملها حلوه قوي سيرجيو روبرتو لكن تغطيه من مين من دييجو يورنتي اول ركنيه البارسا خلاص البارسا دخل في اجواء اللقاء متاخرا لاعبي البارسا الدخول متاخر في اجواء اللقاء لكن هو كان صاحب المبادره كره من ميسي لجريزمان جريزمان كتم الكره حلوه قوي قوي الكره كتمها حلوه قوي استلامها حلوه قوي لكن التغطيه الدفاعيه وكاد اللي حقق فوز وحيد في اخر اربع مباريات وادي تسديده لكن فين تسديده من اوديجرز تسديدة أمامنا هنا من مارتن أوديجارد في اللقطة الماضية النرويجي اللي بينطلق الأعروه ريال مدريد في 2016 كان خرج نادي برشلونة أمام أتلتيك في ربع النهائي كذلك أمام أيضا يوفنتوس 2017 أمام روم وفي الأربع لقاءات اللي في الدوري جبنا طبعا كان 15 والتعادل يضيع هنا في هذه اللقطه وسجل 11 في ملعب الكامب نو يعني سجل اكثر في ملعب لكن من اللاعبين الحقيقه المميزين في مباراه اليوم ده هنا اللاعب زلدوا هو اللي كان متقدم هو عامل مسانده لكن المره دي جاله لونج تدخل قوي تدخل قوي ركنيه ثالثه بارز وميسي وجريزمان المثلث الرعب وكره ملعوبه من ميكيل اويرزابال لكن لا في مشكله في وسط الملعب في مشكلة في وسط الملعب دايما زيادة عدد بوسكيتس امامنا ادي الهروب ميسي لكن تهرب الكرة الهروب من ميسي لكن تهرب الكرة من ميسي بالهروب إظهار المهارات وهم اللي بيلعبوا في المساحات وادي ايزاك ولكن الكرة من ايزاك في اللقطة الماضية لكن معاه امامنا هنا لولا بيكي النهارده في اكتر من كرة لكان لاعبين في المباراة الماضية فالفيردي ادي كرة خطيرة لكن كرة بلا متابعة بص شوف اوديجارد شوف قلنا اوديجارد كم مرة النهارده سيرجيو روبرتو يلحق ويحط الكرة خطيرة ادي امامنا راسية لكن فين ميسي الى خارج الملعب الكرة الثانية امامنا من جانب ميسي لكن شوف لمسة جريزمان هل يسجل التعادل لن يحتفل سجل التعادل البارسا عن طريق جريزمان في مرمى فريقه السابق في هذه اللقطة وفي هذه اللمسة لأول مرة أمام ناديه السابق بقى بألوان فريق نادي البارسا لم يسجل صحيح سجل مع أتلتيكو أربع أهداف في 16 مباراة إذا جريزمان يسجل التعادل من الخطأ الوحيد اللي كان في وسط الملعب من اللاعب الخطيرة جاي أمامنا ميكيل اويرزابال وإيزاك ولكن على طول تير شتيجن خطيرة جدا أوه عايز يسدد لكن هنا بقى ميكيل ميرينو هو متميز بضرباته وبالفعل هنا في هذه اللحظات يعلن حكم اللقاء السيد خافير البرولا عن نهاية الشوط الأول هنا في هذا اللقاء تعادل 1-1 في إطار الجولة 17 للدوري الإسباني موسم 2019-2020 اويرزابال بركلة الجزاء في الدقيقة 12 من خلال ناتشو مونريال هذه الجبهة استغلوها بشكل مميز وتغطية المرة دي من جانب اللاعب جوردي ألبا
الشوط الاول كان بيكي واحد يعني من افضل اللاعبين، يعني يمكن هو بذل جهد كبير في بوسكيتس تمرير الى ميسي، هو المتخصص، هي دي الكوره، هي دي الفرصه، هو ده الهدف، هو ده ميسي، هو ده سواريز، هو ده البارسا. ريال سوسيداد يلعب قد ما يلعب، ولكن يا ناس يا ناس ميسي بيغير كل حاجه. انطلاقه امامنا هنا وسواريز وهدف تاني باريحيه وبخطا كبير جدا في اللقطه الماضيه. ميسي يصنع وسواريز يسجل، 2-1 في هذه المباراه. تلعب وتسيطر. 20 اكتوبر، وادي امامنا هنا الاخطاء، وادي امامنا جريزمان، والمره دي يتصدى، المره دي يتصدى اليكس ريميرو. الشوط الاول بقول لحضراتكم ما كانش حاضر البارسا يمكن باستثناء الست سبع دقائق اللي سجل خلالها. حلو قوي من جانب جوردي البا باداء مختلف، وادي كره من اوديجارد والفولو والمتابعه، ولكن تير شتيجن بقى شوف الامكانيات والقدرات، ولكن حكم اللقاء امامنا هو يشير الى ايه؟ يشير الى استمرار اللعب بخلاف الهدف اللي اتعمل بشكل مميز. وسيرجيو روبرتو وركنيه ثالثه في اللقاء لصالح نادي برشلونه. واضح ان هجمة خطيرة هنا، انطلاقة من جانب اللاعب اللي بيتقدم زالدو، وركنية ثالثة في المباراة في محاولة استجماع القوة واستجماع الأداء اللي كان في محاولة الوصول أمامنا. والكرة العرضية استجن، خطأ فادح، هو التعادل إيزاك، التعادل لإيزاك، إيزاك إيزاك يدخل في أسماء النجوم وأسماء اللاعبين، التعادل، خطأ فادح من تير شتيجن، وإيزاك يسجل التعادل في الدقيقة 62. شوف المباراة وحلاوتها، ناتشو مونريال عمل الصناعة بشكل رائع، وهدف التعادل لإيزاك بعد ادي ركنيه هنا. سواريز الى ميسي، كرات اللي ممكن تخلص، ولكن كره راسيه تطلع الكره الى خارج الملعب. كم متقدم امامنا هو الانجلي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. ركنيه الثانيه امامنا في اللقاء، تير شتيجن المتردد في اللقطه الماضيه، لكن حكم اللقاء يدي ركله جزاء، حكم اللقاء يدي ركله جزاء امامنا هنا في اللقطه الماضيه. بوسكيتس امامنا والحكم لم يتردد، ركله جزاء مرمى فالنسيا من ضمن اهدافه الخمسه، وادي امامنا الكره في الشباك، وهدف اول، هدف اول ميكيل اويرازابال في هذه اللقطه وهذه المحاوله واللمسه الجميله. تير شتيجن يورط الجميع في ركلة الجزاء اللي احتسبت على بوسكيتس نتيجة الخطأ الفادح من جانب الحارس مارك تير شتيجن، واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. اتكلم على حارس مرمى يعني الألماني المميز تير شتيجن، لكن بص لمسة جريزمان، هل يسجل التعادل؟ لن يحتفل. سجل التعادل البارسا عن طريق جريزمان في مرمى فريقه السابق في هذه اللقطة وفي هذه اللمسة لأول مرة أمام ناديه السابق بقى بألوان فريق نادي البارسا. لم يسجل، صحيح سجل مع أتلتيكو 4 أهداف في 16 مباراة. إذا جريزمان يسجل التعادل من الخطأ الوحيد اللي كان في وسط الملعب من اللاعب بوسكيتس. تمرير إلى ميسي، هو المتخصص، هي دي الكورة، هي دي الفرصة، هو ده الهدف، هو ده ميسي، هو ده سواريز، هو ده البارسا. ريال سوسيداد يلعب قد ما يلعب، ولكن يا ناس يا ناس ميسي بيغير كل حاجة. انطلاقة أمامنا هنا وسواريز وهدف تاني بأريحية وبخطأ كبير جدا في اللقطة الماضية. ميسي يصنع وسواريز يسجل، 2-1 في هذه المباراة. تلعب وتسيطر في محاولة الوصول أمامنا، والكرة العرضية استجن، خطأ فادح، هو التعادل إيزاك، التعادل لإيزاك، إيزاك إيزاك يدخل في أسماء النجوم وأسماء اللاعبين، التعادل، خطأ فادح من تير شتيجن وإيزاك.